متابعينا الكرام، الدوري زين راح يبدأ إن شاء الله غدا في جولته 22. عدد من المباريات راح تكون موجودة، مباريتين إن شاء الله غدا الخميس بإذن الله. راح تكون المباراة بين القادمة للفتح والفيصلي. نعم، هذه مباريات الغد بإذن الله. الزميل معاذ الحميدي قدم لنا التقرير، عفوا عبد العزيز الحقباني، مباراة بين مباراة الفتح والفيصلي لدوري زين الجولة 22 في هذا التقرير. في الجولة 22 المتصدر الفتح يستقبل الفيصلي في مدينة النخيل يوم غد الخميس في لقاء يبحث فيه النموذجي عن الابتعاد عن ملاحقيه لنيل درع الدوري. وعلى النقيض أن بيسدير يريد توسعة الفارق عن منافسيه للهروب عن المقاعد الأخيرة. الفتح الذي كسب الاتحاد في مكة بهدفين لن يتنازل عن هدفه المنشود وطموحه المستحق لخطف لقب الدوري قبل النهاية بعدة جولات، لا سيما وأن أعين المتربصين تنتظر كبوته لتقليص الفارق وعودة الأمل للمنافسة على درع الدوري. لذلك فالمدرب القدير فتح الجبال سيحفز اللاعبين لحصد النقاط وعدم التفريط في أي منها، فهل سيكون له ما أراد أم أن الفيصلي الذي هزم جاري الفتح فريق هجر بثلاثية قاسية لن يكون ضيفا سهلا، وهو الباحث عن جمع النقاط التي تؤمن موقفه في سلم الترتيب، حيث لديه من النقاط 18 نقطة في المركز 11. فمن سيكون السعيد ليلة الخميس، نموذج الأحساء أم عن أبي حرمة؟ لبرنامج الملعب عبد العزيز الحقباني. أيضا بالأمس الزميل بدر رافع كان متواجدا في الأحساء لحضور المؤتمر الصحفي للمدرب فتحي الجبال. نشاهد. حاسوا أن اللاعبين معنا عاوزين يخلصوا من 2-3 مباريات المباراة الجاية، راح ناخذ منصب زي العادة كل معناها كل مباراة لحالها. عندنا الحين معنا الفيصلي، الفيصلي يمر بمرحلة معناها معناها كويسة، ومن أول حقيقة فريق كويس، لكن مسبب النتائج ما خدمته. أكيد المباراة راح تكون صعبة بالنسبة لنا احنا، وراح نواجه فريق اللي يلزمك تجتهد كثير عشان تاخذ معنده نقاط. مستعدين وحاضرين ومعناها حاضرين من كل نواحي، وإن شاء الله ربي يوفقنا وناخذ 3 نقاط إن شاء الله. احنا واصلين لمرحلة الآن يعني زي ما بحكينا دائما الكابتن 100 متر الأخيرة. احنا بادين بالدوري من بدايه الدوري وبدايه الموسم بالاطار الصحيح، وان شاء الله انه نكمل على هذا النهج. تعدينا مباريات مهمه وصعبه، وكانت مباراه الاتحاد يعني مفصليه بالنسبه لنا، يعني انه كانت خارج ارضنا ومع فريق كبير زي الاتحاد تعديناها، لكن عندنا مباراه مهمه وانا بالنسبه لي يعني اتوقع مهمه جدا، مباراه مع شقيقنا النادي الفيصلي. راح تكون مباراه مهمه لانه الفيصلي قاعد يقدم مستويات كثير كويسه وشفناها في اخر مباراه. احنا الحمد لله بادين الاسبوع هذا مركزين بالتمارين،
انه نطلع ان شاء الله بثلاث نقاط على ارضنا وبين جماهيرنا ان شاء الله. ايضا الزميل بدر اجرى عدد من اللقاءات مع فتح الجبال وشادي ابو هشش ومحمد السليم، نشاهد هذه اللقاءات. هي مباراة أنا زي ما قلت مباراة ضد فريق حقيقة صعب، ضد فريق اللي يلعب كرة كويس، اللي معناها عنده عدد من اللاعبين اللي يقدروا معناها يغيروا نتيجة في وقت. عارفين صعوبة المباراة، احنا في الفترة الأخيرة الحقيقة منصب داخلين كل معناها كل مباريات كؤوس، كل معناها كل مباريات منصب حضر لها كويس، مثل كل مباريات حضرنا معناها ودرسنا المعنى الفيصلي جيدا، وان شاء الله نكون موفقين يوم مباراة. بصراحة يعني هي مباراة كثير مهمة، بالنهاية أنت عندك الآن خمس مباريات، والخمس مباريات النقطة من الهلال عفوا النقطة من الفيصلي، النقطة من الأهلي، من هجر، من أي فريق هي نقطة، والتفريط في نقطة من هاي المباريات برضو تفريط، يعني بصراحة هي ثلاث نقاط. احنا بنحترم فريق الفيصلي، فريق بصراحة انا من الناس المعجبين جدا في ادائه، يعني حتى ما بيستاهل يكونوا بهذا المركز. انا تابعت لهم مباريات كثير، عندهم لاعيبة مميزين كثير. احنا بدين بداية الموسم على نهج معين، وان شاء الله انه نكمل عليه، ان كل مباراة مباراتها. الان راح نلعب خمس مباريات يعني شبه كؤوس، يعني اعتقد للأمانة ان احنا محتاجين تركيز اكثر داخل الملعب. مباراة الفيصلي او شقيقنا نادي الفيصلي للأمانة فريق يعني لا يستحق ان يكون في مؤخرة الدوري، من المراكز المتأخرة في الدوري، فريق منظم، فريق جيد يحترم، نحتاج بذل مزيد من الجهد والتركيز داخل الملعب حتى بإذن الله تعالى نكسب نقاط المباراة بإذن الله. شكرا بدر رافع على هذه اللقاءات وعلى حضورك المؤتمر. طبعا خلينا نتابع معك ابو فهد، مش نتابع، خلينا نناقش الفيصلي والفتح. مباراه مهمه بشكل كبير للفتح، من خلالها يمكن راح يعني يدخلون خلاص ما نقول نفاق، يدخلون يعني فرحه كبيره تكون للفتح او دافع معنوي كبير جدا لهم. هو الفتح في المباريات الثلاثة والأربعة دخل قضية الضغط، كانت الإدارة تتعامل والمدرب بشكل مميز مع اللاعبين إنه ما نسعى للبطولة، لكن الآن دخلوا اللاعبين يعني خلاص الأجواء إنه لازم يحسمون أمر البطولة. من يرى المراكز والنقاط يعتقد أن المباراة محسومة للفتح، فرق كبير، لكن أنا أقول زي ما قال الكابتن فتحي المباراة صعبة، لأنه أيضا زي ما الفتح يسعى لهدف معين أيضا الفيصلي يريد الابتعاد، ومباراته اللي كسبها ضد هجر وفي البطولة يعني البطولة الخليجية أصبحت بالنسبة له يعني أصبح يعني في حالة معنوية وفنية أفضل من المباريات السابقة. الفتح اللي أنا أشوف أنه بنسبة كبيرة حسم الدوري، مهم جدا على إدارة النادي من الآن أن تحافظ على هذا الفريق، ولا أقول أن تحقق البطولة السنة الجاية واللي بعدها، على الأقل أن تحافظ أن تكون مع الفرق الأربعة يعني المنافسة على البطولة، أربعة خمسة. ما نشوف الفتح كما شفنا كثير من الفرق اللي كانت أول تأهل المربع الذهبي. العمل المواسم القادمة بالمناسبة أصعب على الفتح من هذا الموسم، وهي مسؤولية الإدارة يعني المميز بقيادة المهندس عبد العزيز العفالق، لكن العمل بيكون صعب في المواسم القادمة لأن الناس بتطالبها على الأقل في أن يبقوا في دائرة الضوء. نعم أبو عبد العزيز، المباراة مهمة للطرفين، هذا ما حد يختلف عليه. الفيصلي عندهم وقوف اللاعب كريستوف، لاعب خط الوسط في الفيصلي، هو صنع ثلاث أهداف للفيصلي. توقعتك للمباراة أبو عبد العزيز؟ اول شيء خلينا نتكلم على نادي الفتح دقيقتين بس، انا دقيقه واحده على نادي الفتح حقيقه يستحق هذا الوصول ويستحق. التاريخ دائما يسجل لابطال الدوري. ابطال الدوري هو البطوله الاهم والاقوى، انا اعتقد انه البطوله الاقوى غير بطولات النفس القصير. يعني احنا شاهدنا مثلا كثير من الفرق اللي هي يعني في 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 مراكز الوسط في الدوري تحقق بطولات الكؤوس، وهذا في بطولات النفس القصير، لكن التاريخ لما نسجل انه حقق بطولة الدوري بهذا المستوى، بهذا التميز، وبهذه النتائج، وبعدد النقاط، انا اعتقد انه حتى لو السنة الجاية ما حقق البطولة، ولكنه سجل اسمه كبطل تاريخي للكرة السعودية في دوري زين يمثل الاقوى على مستوى الكرة السعودية. بالنسبة لمباراة بكرة، حتى لو غاب اللاعب الوسط الفيصلاوي اللي هو الاجنبي، انا اعتقد انه بكره مباراه ما حتكون سهله لفريق الفتح،
حتى وإن كان الفريق الفيصلي يقبع في مراكز متأخرة، لكنه فريق الفيصلي الحقيقة له 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 منهجية معينة حقيقة. ألاحظ أنه هو فريق يعني حافظ بعض، حافظ لعيبة حافظين بعض، فريق متمكن. مدربه لو جاء لو استمر مع الفريق أنا أعتقد حيكون له تميز. لازم نشكر يعني عشان برضو نكون واضحين، مو بس الجهاز الفني، لا الإدارة، الأخ المدلج بيقدم عمل متميز، بيدعم بيقدم شيء يعني فريق متكامل، وهذا حقيقة يشكر عليه إدارة نادي الفيصلي برئاسة الأستاذ المدلج، لأنه حقيقة يعني فريق الفيصلي فريق أنا حقيقة من الناس اللي أحب أشوفه دائما في المباريات وأتابعه بشكل جيد. نعم، عموما للتذكير الفتح والفيصلي مباراة الذهب انتهت بالتعادل السلبي.